ضبط التفاؤل في حال تنازل البعض عن الشروط والأجواء مؤاتية، إنما إذا كان هناك عدم استزار أو عدم تهافت على الحصص الوزارية وتغليب مصلحة البلد على ما عداها، مسحة أمل على إيقاع انهيار البلد. سرعان ما تبدد هذا التفاؤل من خلال عودة المسجلات على خط ميرنا الشروحي السرايا والحبل على الجرار. للأسف نحن أمام أيام مفصلية، أمام سجال غير مسبوق ستظهر معالمه في الأيام القليلة المقبلة، ربطا بالوضع الحكومي الاستحقاق الرئاسي إلى ما هنالك من استحقاقات. يعني عنا 3 أشهر، هذا وقت ضائع، وفي الوقت الضائع كل شيء متاح ومباح، ومن الطبيعي المواطن يدفع الثمن في ظل هذا الانهيار المتمادي من خلال قطاع الاتصالات، المحروقات، الدواء، السلع الغذائية، أيضا دون معالجات وغياب الحكومة. أصلا الحكومة لما كانت حكومة قبل ما تحول لحكومة تصريف أعمال لم تكن هذه المعالجات على قدر حجم الأزمة، هذا الأزمة الصعبة التي لم يسبق أن حصلت في لبنان في كل التاريخ الحروب والمحطات التي مر بها. أتوقع أن تبقى الأمور على ما هي عليه إلى حين أن تأتي الظروف الإقليمية والدولية المؤاتية وتنقشع الصورة. من هنا أنه تفاؤل رئيس الحزب التقدم الاشتراكي أنه تمنى على البعض تغليب مصلحة البلد على ما عداها والاهتمام بشؤون البلد والمعالجات والإسراع في تشكيل حكومة، ولكن على من تقرأ مزاميرك يدور في هذه المرحلة. ما هون بدي أسألك، يعني هل من الواقعية السياسية أنه نراهن على مثلا بآخر 3 أشهر أنه يبطل فريق رئيس الجمهورية عنده شروط حكومية، وخصوصا أنه في أوراق سياسية هلأ عم بتحاول قصر بعبدة والرئيس عون أنه يفرض هذه الأوراق السياسية لمصلحة الوزير جبران باسيل؟ يعني في عزه في بداية عهده مراهن على كيف بنهاية عهده بعد هذا الفشل الذريع على كافة الأصعدة والمستويات، وأيضا هالشي بينسحب على صهره على اعتبار صهره هو الواجهة بالعهد وهو من يدير اللعبة السياسية، وخصوصا أمام تشكيل الحكومات يبدو أنه تعود على هذا النمط. لكن الرئيس نجيب ميقاتي لم يعطيه أي فرصة ولم يحاوره، كما كانت الحال مع الرئيس سعد الحريري قبل ما يعتذر أنه كمان ما حاوره لباسيل، باعتبار هناك التزام بالدستور. الدستور يجيز لرئيس الحكومة أن يقدم تشكيل لرئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية ما بيوقع بيقبله أو بيرفضه، وهذا ما أقدم عليه رئيس الحكومة. لذلك أنا ما بعتقد أنه هذا العهد سيعطي شيئا في هذه الفترة القليلة المتبقية، وخصوصا أنه الجميع يعني دخل في معركة الاستحقاق الرئاسي. نحن في خلال استشارات التأليف كان البعض عم يحكي من مجلس النواب عن رئيس الجمهورية، رئيس النائب توني فرنجي كان عم بيقول نحن فريقنا السياسي جاهز لدى مشروعه لا انطلاق معركة الرئاسي، ومعظم النواب صرحوا عن الاستحقاق الرئاسي قبل ما يحكوا عن الحكومة، لأنه كلهم بيعرفوا أنه ما في مجال أي حكومة تجي حتى لو شكل الرئيس نجيب ميقاتي حكومة جديدة ما رح تقدر تعمل شيء في غضون هالأشهر المتبقية. أضيف إلى ذلك أنه المجتمع الدولي وتحديدا الدول الخليجية ما رح يقدموا شيء للبنان في هالفترة الخليلية، وأيضا في ظل هذا العهد، وخصوصا أنه بيعرفوا مع مين متحالف العهد وخلفيته وظروفه والعلاقات اللي انهارت بين لبنان ودول الخليج بفعل السياسات المتبعة، وخصوصا وزراء الخارجية الذي جاء بهم جبران باسيل. نحن أمام كما قلت لك نحن أمام مرحلة جد مفصلية، وبالتالي لا أتوقع أن يكون هناك شيء إيجابي إلى حين انتخاب رئيس، أو إلى حين وهنا الأهمية أنه يصير في تسوية دولية تنقذ لبنان وتنتشله من أزماته ومعضلاته وما أكثرها في هذه الظروف. طب برأيك هل الرئيس رئيس الحزب التقدمي ندم على ما فعله مع الرئيس سعد الحريري، وخصوصا بأنه كان بمرحلة التكليف كان يطلع يقول الرئيس وليد جنبلاط أنه الرئيس عون ما عم بيطالب بالثلث المعطل، وغير صحيح كل ما يشاع حول فرض شروط وحصص لفريق التيار الوطني الحر. اليوم عم بنواجه نفس المشكلة، نفس طبيعي. العقبات ونفس الشروط. هل برأيك وليد جنبلاط مع حفظ الألقاب أكيد ندم على ما فعله مع الرئيس سعد الحريري؟ لا شك أنه الجميع، يعني أنا برأيي البعض أخطأ مع الرئيس سعد الحريري، كلهم حسب يعني حسب الحجم وحسب دوره حسب المشكل حسب الملف. أنه أنا هون يمكن عندما آخر مع الرئيس سعد الحريري ببعض المحلات أنه كنت بتمنى أن الرئيس سعد الحريري وما يمثل من حجم سياسي والدرجة الأولى هو سعد رفيق الحريري لم هنالك، أنه رغم كل الظروف يبقى بالبلد. لكن الرئيس سعد الحريري لما شاف الثورة استقال، يعني هو الوحيد استجاب للشارع، وللأسف يعني شفنا الشارع اليوم، وين الشارع اليوم؟
وين اللي وين اللي وينهم يعني؟ بدي اصرخ الصرخه وينهم؟ انه نواب التغيير كل القوى المطلبيه النقابيه انه نحن خربنا البلد او عملنا ثوره، وين كان الدولار وين كانت الازمات، وين صرنا اليوم، وين صار الدواء، وين صار الخبز، وين صارت المحروقات، وين صارت الاتصالات، وما حدا عم يتحرك. انه هيدي الشعارات اللي رفعتوها، الشعارات الكبيره وينها؟ الرئيس سعد الحريري فعلا انه بمرحله معينه كان عم يحاول انه كان يحارب من كل القوى السياسيه والصديقه والحليفه. صحيح، لنكون واقعيين، الصديقه والحليفه اللي بتجمع كانت مكونات 14 دار. وبالتالي انه انا كمان بقول هون انه الاستشارات اللي صارت مؤخرا اثبتت انه هناك هوه كبيره ما فينا لما نعترف فيها على الساحه السنيه. تبدت بشكل واضح بالانتخابات انه بتحبوه ما بتحبوه لرئيس سعد الحريري، بين انه الرجل له حجمه. اضف الى موضوع اخر الا وهو انه رئاسه الحكومه، انه اليوم مين قادر يشكل حكومه اليوم؟ انه الرئيس نجيب ميقاتي انا بشوفه اليوم بارع في تدوير الزوايا، وفعلا هلا عم بيقوم بحركه التفافيه على العهد وعلى صهر العهد من خلال زيارته للديمان. نعم. لشرح ما قام به في الآونة الأخيرة، انه هون حاول العهد والصهر يستغلوا قصة المداورة، انه نحن عم نطالب بالمداورة. يا اخي ما انتوا حليف الثنائي الشيعي الاساسي، انتوا اللي اعطيتوا المديرية العامة للامن العام اولا اللواء جميل السيد، بعدين اللواء عباس ابراهيم، مع احترامي وتقديري للدور الكبير الذي يقوم به اللواء عباس ابراهيم، انما هيدي بلشت بعهد الرئيس ايميل لحود، وبنشوف اليوم قديش تنازل الرئيس ميشيل عون. اليوم الرئيس ميقاتي عم بيقوم بهجوم معاكس، زار الديمان، اليوم زار المطران عودي، عم بيقول لهم للمرجعيات الروحيه السياسيه والمسيحيه انا ضنين وحريص عليكم، شوفوا مين عم بيعطل، انا قدمت تشكيله لرئيس الجمهوريه رفضها. نعم. وبده يوصل لمحل ما عنده شيء يخسره الرئيس ميقاتي، ما عنده شيء يخسره، انه انا باقي رئيس حكومه تصريف اعمال حتى لو اعتذرت عن تشكيل حكومه، بس الرئيس ميشيل عون بالنهايه بده يروح على بيته. طيب بس هيدي الجوله ذاتها كمان قام فيها الرئيس سعد الحريري بوقت تكليفه، وكانت المفارقه انه موقف بكركي كان يعني قالوا له انه التكليف منه ابدي، يعني هون اختلاف أكيد الظروف. يعني التعاطي تغير، يمكن الظروف تغيرت، التعاطي تغير، صار في اخطاء كبيره اندفع ثمنها بالانتخابات، بالمحطات كثيره، بالمحطات السياسيه. انا برايي يجب اعاده لملمه الصف لكل القوى السياديه الاستقلاليه، القوى الوطنيه، حتى في بعض افريقيا بثمانية اضرار انا بشوفهم عندهم كمان عندهم نفس وطني، ما فينا نقول انه هذا سيد وهم السياده، بس فينا نوصل لمحل انه نجمع نعيد توحيد الصف الوطني الجامع، لانه الجميع بالنهايه بده يتحمل مسؤوليه، لانه البلد ما في بلد بقى. اليوم الدوله تحللت، الدوله تفككت، ما بقى في مؤسسات، شفنا العهد شو عمل بالبلد، شفنا الوزراء، شفنا المحاصصات، شفنا السرقات، انه بعد ما صارت بتاريخ لبنان الشيء اللي صار بالمرحله الاخيره. لذلك اليوم بعد في فرصه نلتقطها، وهي الاساسيه ايضا حتى نلتقط هالفرصه، يجب اعاده لبنان هلا بنحكي فيها اكيد الى الحضن العربي، لانه خروج لبنان عن الحضن العربي وذهابه الى المحور الايراني ومعاداه المملكه العربيه السعوديه كمان اوصلنا لما وصلنا الى رح نفصل هذا الموقف اكيد يعني، وتحديدا وفي اشارات لافته هون غياب البارزين الثلاثي البارز السعودي المصري الاماراتي. نعم. رغم وجود سفراء، مع احترام وتقدير السفراء ما فيهم الا ما يشاركوا من خلال الاعراف الدبلوماسيه المتبعه، لكن هناك دلالات واشارات هامه لغياب هذا الثلاثي. رح نفصلها اكيد نحن وياك، ولكن